فك لعنة استاد القاهرة بفوز غير مطمئن للزمالك وأول هزيمة للدرويش بعد ولاية حمزة الجمل. مساء الخير يا إبراهيم. مساء النور يا دينا. الماتش يعني إحنا ما كناش متوقعين مين اللي هيكسب أو مين اللي هيخسر، بس يعني تحسوا ماشي كده في طريق غريب شوية يعني. بالزبط. في الأول فوز الزمالك وقلت خلاص الزمالك مكمل على كده، بعدين تعادل، طب هينتهي بإيه؟ الزمالك فاز. أنت شايف الماتش يعني ماشي إزاي؟ أنا كنت شايف إن الماتش من يعني من بداية أصلا من قبل ما يبدأ إن هو مفيش يعني مفيش سيناريو متوقع، لأن الماتشات على طول الزمالك والإسماعيلي فيها ندية كبيرة جدا. شفنا الزمالك النهاردة هو الأكتر استحواذ، أكتر سيطرة على الكورة من الشوط الأول، مع دخول الشوط الثاني برضو الزمالك مسيطر على الكورة، مسيطر على الاستحواذ، بيهاجم الإسماعيلي أكتر من مرة. الإسماعيلي النهاردة كان تايه جدا، يعني رجع للحالة اللي كان بادئ بيها الدوري، شفنا تراجع كبير جدا في مستوى اللعيبة كلها. يعني لولا ضربة الجزاء اللي اتحسبت ما كناش شفنا النهاردة أي أهداف للإسماعيلي. فالنهاردة يعني فوز مستحق للزمالك، اللي الزمالك استحق النهاردة الفوز بسبب إن اللعيبة استفاقت شوية، شفنا في تطور في المستوى، في القيادة الفنية من فيريرا برضو تحسنت شوية من التغييرات، من التكتيك الجديد إن هو بيلعب بخمسة في الدفاع، بيلعب بمهاجم وهمي، بس برضو يعني شفنا إن لما غير ونزل عمر السعيد، شفنا أغلبية الماتشات كل يعني طول الماتش كله إن اللعب كله على الكور العرضية، فأنت بتلعب كورة عرضية من غير يعني من غير إن حد يترجمها، فأنت كنت محتاج عمر السعيد جدا. وبالظبط لما نزل عمر السعيد قدر يترجم الكرة العرضية من زيزو ويسجل هدف الفوز للزمالك اللي استحق الفوز النهارده. احنا بنقول انه بنشيد، يعني لما يبقى في حاجه نشيد عليها بنشيد، انه النهارده الاداء الزمالك متقدم طبعا عن قبل كده. بالظبط. بس طبعا يعني مش متقدم بالشكل الكافي، بس متقدم. ولكن الاسماعيلي هو اللي علامه استفهام كبيره، ان هو كان متاخر جدا وكان اداء باهت جدا، وما يعني تحس ان الزمالك كان بيلعب لوحده. بالظبط. يعني احنا ما شفناش النهارده تواجد للاسماعيلي في المباراه بشكل كبير. يعني في كام فرصه بيروح عن طريق بس محمد الشامي، هو اكتر اللعيب كان ظاهر في الاسماعيلي النهارده، هو اللي اهدر العديد من الفرص النهارده قدام الزمالك، ولكن دور خطوره يعني تذكر، يعني هي يكاد يكون بس هي الكوره اللي حكم المباراه رفض ان هو يحسب فيها ركله جزاء في الشوط الاول، وكمان ركله الجزاء اللي اتحسبت على محمود علاء في الشوط الثاني، هي دي بس تعويض. الخطورتين نقدر نقول ان دي تعويض عن يعني بنسبه كبيره، ان يعني الاول دي كانت ضربه جزاء والثانيه ما كانتش ضربه جزاء. انا شايف ان النهارده يعني الحكم ابراهيم نور الدين النهارده يعني ارتكب خطا في الشوط الاول ان هو ما حسبش ضربه جزاء. انا شايفها من وجهه نظري ان هي صحيحه، النادي الاسماعيلي كان يستحق ان النهارده الاسماعيلي يتقدم في الشوط الاول عن طريق ركله جزاء كانت المفروض تتحسب لمحمد الشامي لما انفرد وحازم امام عرقله في داخل منطقه الجزاء، كان هو الوحيد اللاعب الاخير في الملعب، فكان يعني هي انا شايفها ركله جزاء صحيحه يعني. صحيحه يعني انت بتقول ان دي كانت ضربه جزاء مستحقه للاسماعيلي. بالظبط. ركله الجزاء الثانيه يعني عليها علامات استفهام كبيره، ويعني خدت وقت كبير كمان حتى في مراجعه بالزبط. الفيديو دون داعي، وفي الاخر استغربت جدا لما اتحسبت، لانها يعني انا شايف ان هي ما فيش، يبقى انت كنت حسبت الاولانيه. بالظبط. بقى يعني ازاي يعني دي تتحسب والاولانيه لا؟ فانا شايف ان يعني ممكن يكون حكم المباراه النهارده عشان يعني بين الشوطين عارف ان هو او اتفرج تاني او شاف ان في تعليقات او تابع ان في تعليقات مثلا قال ممكن يعوضها بقى باللقطه دي. فلا الاسماعيلي كان يستحق ركله الجزاء في الشوط الاول، والركله الجزاء الثانيه في الشوط الثاني غير صحيحه. طيب بالنسبه يعني ضربه الجزاء اللي دخلت في الزمالك، وانت طبعا عارف انا هقول ايه، ابو جبل يعني لو مش ده كان عواد، مش كان في احتماليه كبيره جدا ان هو يصدها؟ لان هي مش صعبه خالص، يعني هي في المتناول جدا. لان لما اتشاطت هي اتشاطت في نص المرمى، فيعني التوقع الاول او يعني المفروض للحارس ان هو مثلا هيركز او يكون حتى لو هو دارس ركلات الجزاء بتاع المنافس او بيشوفها، بيشوف ان ممكن اللاعب بيبقى اتجاهه او نظره في الاول، وفي يعني بيبقى على اكيد يعني منتصف بتبقى سهله زي ما انت بتقول. كل لاعب وباهر محمدي برده من اللعيبه
اكيد كان معروف ان هي هتشوط يعني ضربات الجزاء في الاول، فكان برضو كان ممكن يكون مذاكر يعني المفروض يذاكرها افضل من كده أكيد. زي ما حصل في كاس الامم وكان مذاكر ماني بي بي يعني بيدخلها من فين وكده، كان المفروض برضو نفس الحكايه المفروض. فهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اللايف، انه عواد جاهز اكتر، ان عواد فاهم اكتر ومستواه كان يعني جاهز اكتر، فكان انقذ الزمالك من ضربات الجزاء دي يعني بنسبه كبيره. احنا ما نعرفش كان ايه اللي هيحصل، بس يعني باللي احنا شايفينه بالارقام او بالدراسات زي ما بيقولوا كان عواد كان ممكن يصدها يعني. وعنده يعني هو عنده كمان عواد ان هو بيتوقع يعني الكره يعني بالذات في ركلات الجزاء بيتوقع الاتجاه اللي هتروح فيه الكره او اللعيب هيشوط فين بالظبط، فبيبقى عنده نسبه اللي هو يصد الكره اعلى بكتير جدا من ابو جبل يعني. وهو راجل كان متالق يعني الماتشين اللي فاتوا الدوري والكاس يعني، فما بنقعده ليه يعني؟ علامه استفهام كبيره. عايزين نعرف من فيريرا ليه عمل كده، لانه احنا يعني الجمهور كله بيسال، الجمهور كله زمالك واهلي وعلى فكره وكله بيسال كله صح. عواد قاعد دكه ليه وعواد مش في المنتخب ليه بعد تالقه في مباريتين بس يعني؟ هو ده كان السؤال يعني. طيب في علامه استفهام تانية مش مفهومه خالص، هو بن شرقي زعلان هو دخل جاب جون يعني؟ هل بن شرقي اتضايق مثلا ان هو جاب جون للزمالك؟ ما اعتقدش، بس اعتقد ان الكلام الاخير اللي طلع في وسائل الاعلام والناس الاشاعات اللي عماله تتروج في الفتره الاخيره، حتى لما هو يعني من زياده الموضوع او الكلام الكتير اللي بيطلع في الفتره الاخيره، هو طلع قال ما حدش بيعرف الحقيقه فينا وما حدش لسه يعرف كان بيقول كده ومشي يعني عادي يعني يعني فاهم قصدي؟ مش هو ده اللي هيبرره، بس انت افرح انك جبت هدف يعني، بقالك يعني مده ما بتجيبش. شفنا يعني شفنا الفرحه كبيره جدا لعبد الله جمعه اللي فرحة انا بشيد جنونيه يعني، فرحه جنونيه، وبشيد بعبد الله جمعه النهارده واحد حقيقة من احسن اللعيبه في الماتش النهارده، كان هو المصدر الخطوره الاول والاخير في الزمالك في الشوط الاول، ومع يعني مع بدايه الشوط الثاني قبل ما يخرج كان هو من احسن اللعيبه في الزمالك، هو اللي صنع الفرص، هو اللي صنع فرصه الهدف الاول بالزبط. يعني هو اللي احتفل اكتر، هو اللي راح للجماهير احتفل مع الجماهير على عكس بن شرقي يعني. انا مش عارف ايه سبب يعني عدم فرحته بالنسبه ان هو بيسجل هدف بيعود للتسجيل بن شرقي من بتاعك يعني. بالظبط، وكمان اخر هدف لبن شرقي يوم 6 ابريل قدام بيراميدز، فغاب يعني اكتر من شهر او حاجه او اكتر من شهر عن التسجيل، فلما بترجع افرح تسجل بتستعيد مستواك. النهارده يعني ظهرت بمستوى كويس، بتطمن جمهور الزمالك، لا انا مركز انا بسجل اهو بساعد الفريق، فيعني على الاقل بين فرحتك للجمهور، بين حتى لو انت واخد قرارك او ناوي ان انت تكمل او تمشي. لا مش هيكمل اكيد بنسبه كبيره، مش هيكمل، بس يعني حاول تبين خلاص اخر فترتك مع الزمالك ذكرى حلوه حتى يعني، تفرح الجمهور اللي كان بيساند النهارده بشكل كبير جدا، كان هو يعني العنصر اللي خلى الزمالك النهارده يفوق ويرجع تاني للانتصارات، ودي يعني انا بالنسبه لي ان هو كان على الاقل يروح يحتفل معاهم بالظبط يعني، يخلق ذكريات مع الجمهور. انت يعني حتى لو يا بن شرقي زعلان وعندك عتاب على جمهور الزمالك ان هم زعلانين منك، زعلانين منك لان انت ما عندكش موقف واضح، هتجدد ولا مش هتجدد؟ الكلام ده من امتى؟ الكلام ده من لجنه كابتن حسين لبيب، مش عارفين هتجدد ولا لا، وفي مماطله رهيبه وفي شرط جزائي وفي يعني تعاقدات فظيعه. طلع اشاعه دلوقتي ان انت رايح الاهلي، فالجمهور زعلان اكتر، فالجمهور حقه ان هو يزعل منك. انت بقى المفروض تصالح الجمهور بهدف زي ده، تروح بقى تحتفل معاه، مش تبقى واقف ومتضايق ومش عايز تحتفل. يعني انا اللحظه حسيت ان عبد الله سعيد هو اللي جاب عبد الله سوري جمعه هو اللي جاب الهدف، وان بن شرقي زعلان ان مش هو اللي جاب الهدف، فاهم يعني؟ يعني دماغي لفت يعني من كتر فرحه عبد الله انه قد ايه ان هو جاب يعني الهدف جه للزمالك، مش فارق بقى مين اللي احرز الهدف. فبن شرقي يعني علامه استفهام كبيره مش مفهومه. بقول لك عبد الله السعيد عشان عمر السعيد الهدف الثاني، وبرده فرحه جنونيه يعني تحس طبعا. يعني بص يعني ابناء الزمالك او اللي بيحبوا فعلا الزمالك او اللي شاريين الزمالك بتحس كده عليهم اول ما الهدف بيدخل يعني. عواد مثلا طبعا. رغم انه يبقى قاعد دكه، اول ما الزمالك يجيب هدف يروح يحتفل مع اللعيبه يعني مش ممكن، فرحان لزمايله، فرحان حتى لو هو ما بيشاركش وابو جبل هو اللي بيشارك بيحتفل معاهم بيروح يساندهم يعني. بالظبط يعني. وده المهم، دي الروح اللي احنا بنطالب بيها الزمالك على طول كل لايف او كل فيديو بنتكلم فيه، ان لازم يبقى في روح افرح لزميلك افرح للفرقه، روح بين اللعيبه، تفاهم ما بينهم، لازم يبقى في اكنكم عيله واحده بتفرحوا مع بعض، بتحزنوا مع بعض، بتساندوا بعض، وهو ده اللي بيخلي الفريق
يقوم ويرجع للاتصال تاني. يفهموا بعض، يبقى في جمله كده كلكم فاهمينها، لكن كل واحد عايز يغرد منفردا دي صعبه قوي. صعبه، مفيش غير زيزو الحقيقه هو الراجل اللي بيغرد منفردا، لان هو طبعاً الوحيد اللي ثابت على مستواه يعني. طيب محمود علاء انذار، ثالث انذار دون اي سبب، ومش هيلعب ماتش الاهلي يوم 19/6، ودي الحاله رقم كام، التوقف رقم كام في الدوري المره دي، في الدوري الموسم ده المره الثانيه، علاء المره الثانيه، مرة تانية محمود علاء بيتوقف بعد الثلاث انذارات، يعني ست انذارات. ست انذارات دي دي حاجة غريبة رقم جدا، كبير جدا من مدافع يعني. بالظبط، يعني والنهارده كمان يعني بياخد الانذار يعني بدون أي سبب. يعني احنا حذرنا كتير إن اللعيبة لما بتحتفل بالأهداف، لا أنت بتعترض دلوقتي على الحكم، يعني اعتراض ملوش لازمة. أنت عارف إن الماتش الجاي ماتش قمة، ماتش مهم في مصير الزمالك في الدوري، عايز ترجع المنافسة تاني، عايز تكسب المنافس المباشر ليك على الدوري. فانت النهارده لما بتكلف يعني لازم تخلي بالك، عارف ان في ماتش كاس مع الداخليه يوم 13، بس ده ملهوش علاقه لان اللائحه مختلفه من بين الكاس، دي مسابقه ودي مسابقه. فالايقاف هيوقع على محمود علاء في ماتش القمه في الدوري قدام الاهلي. فانت لازم تبقى عامل حسابك، انت كلاعب كبير، لاعب بتلعب في المنتخب، عارف اهميه الماتش ده في مصير الزمالك في الدوري. فانت لازم تبقى اكتر حرص من كده، لازم يعني ملهاش لازمه ان انت تتكلم كتير، حتى لما بعد متلقى الانذار برضو لسه بيتكلم مع الحكم، كان يعني ممكن يتطرد ويتعرض للانذار التاني على طول ويتطرد، وكان سهل جدا يحصل ده. بس يعني كان لازم ياخد باله اكتر من كده، وطبعا الزمالك هيتكلف بالجابه يعني قدام الاهلي. وطبعا كده الزمالك ما عندوش غير الونش ومحمد عبد الغني قدام الاهلي، ويعني نتمنى ان ما يحصلش اي اصابات ولا اي حاجه، لان ما فيش يعني وينش اصلا عنده اصابه والراجل بيلعب وهو عنده اصابه يعني. ف يعني ربنا يستر. مين الافضل في الزمالك؟ الافضل في الزمالك يعني انا شايف ان النهارده رجل مباراه هتقاسمها ما بين الاثنين، احمد سيد زيزو وعبد الله جمعه. عبد الله جمعه كان ليه دور مؤثر مستوى مختلف مستوى يعني، مع انه غايب بقاله فتره وفتوح حاجز مكانه، بيشارك بصفه مستمره، لكن عبد الله جمعه بيرجع بيشارك، بيقدم الإضافة الدفاعية والإضافة الهجومية. يعني النهاردة شفناه بيقدم الجانب الهجومي والدفاعي للفريق، قدم أداء ممتاز جدا. زيزو النهاردة بيرجع بيلاقي أخيرا يترجم الفرص بتاعته، عرضياته النهاردة بتأكد فوز الزمالك على الإسماعيلي. عمر السعيد برضو بيرجع للتسجيل، بيرجع على الرغم من هو ما بيشاركش في الماتشين اللي فاتوا بصفة أساسية، بس بيرجع النهاردة بيسجل هدف حاسم جدا من اول لمسه ليه من في المباراه. فانا شايف ان النهارده يعني لا، التغييرات اتت بثمارها، اللعيبه فاتت النهارده شويه. كان في تراجع من النادي الاسماعيلي، علامات استفهام، مش عارفين ايه السبب التراجع الاسماعيلي في الاداء ده مره تانية، الحاله اللي كان فيها في اول الموسم. نتمنى كمان ان الاسماعيلي الفتره الجايه يعني الهزيمه دي ما تاثرش عليه، ان هو يفوق عادي، يكمل مسيرته عادي في الدوري، يفتكر الانتصارات اللي حققها ورا بعض والتعادل الاخير في الدوري، اللي ما يخليش الهزيمه دي تاثر عليه. لا، لسه عندك مشوار في الدوري، عايز تحقق انتصارات، عايز تهرب من الهبوط، لانك انت دلوقتي في مركز 16، فعندك دلوقتي ان انت في خطر الهبوط. فانت لازم لازم ترجع تشد حيلك شويه، اللعيبه تفوق شويه، لان اللعيبه مستواها باهت جدا، اللعيبه بعيده تماما، ما فيش اي لعيب بنشوفش منه مهاره، او ما بنشوفش في جمل تكتيكيه النهارده في المباراه. فلا، لازم لعيبه الاسماعيلي ترجع للحاله اللي هو كان عليها من ماتشين ثلاثه، ويقدموا مستوى احسن من كده. طيب يعني يمكن غيابات الاسماعيلي مأثره عليه، ولا برده مش هي دي قوي للدرجه؟ يعني حتى لو يعني لو حتى في غيابات على الاسماعيلي، فانا مش شايف ان هي غيابات اساسيه. يعني مش ما تاثرش على الاسماعيلي بشكل كبير. يعني انا شايف ان قوائم اللي لعب النهارده او التشكيله اللي لعبت النهارده هي بنسبه كبيره التشكيله الاساسيه، فانا مش شايف ان ده سبب. وكان بصراحه الحارس المرمى يعني كان بصراحه فوزي كان بيطلع طلعات غريبه جدا، وكور كتيره جدا بالظبط، يعني لان احنا شفنا اكتر من كوره بتترفع عرضيه، عمر السعيد بيلعبها بدماغه بينط عليها متاخر، بيبقى تقدمه ده بيكلف ان هو الكره تسكن مرماه زي ما حصل في كوره يعني الهدف التاني. ده برده غريب شويه، اعتقد محتاج برده شويه ينتبه اكتر، لانه كان
يعني ممكن الاسماعيلي كان يطلع بسكور كبير. لو كان الزمالك فايق اكتر من كده او ناوي ان هو يجيب اهداف اكتر من كده. تفتكر الزمالك مطلوب منه ايه في فتره التوقف؟ انا شايف ان الزمالك فتره التوقف ان هو لازم يكمل نفس الشغل، لازم نبدا بقى نشوف من فريق الامل بتاع الزمالك، لازم نشوف عناصر شابه، لان احنا هندخل في فتره خلاص المنتخب هيخلص وهترجع اللعيبه الدوليه يوم 15 يونيو، فهنبقى قريبين من فتره نهايه العقود، ان في لعيبه بقى هتبدا ممكن تقول لا انا عادي هيبقى في فتره مشاكل ما بين يعني لعيبه معينه زي بن شرقي ونجم وابو جبل طارق حامد ما نعرفش برضه دلوقتي، فاحنا داخلين هيبقى فاضل 15 يوم ويجي يوم 30 يونيو في لعيبه هترفض ان هتقول لك لا قرار الرابطه ده احنا مش موافقين بيه، فهيدخل في صراع او ازمه مع النادي. فلا الزمالك لازم في الفتره دي يجهز لعيبه من الشباب، يبص عليهم، يطلع لعيبه تتدرب مع اللعيبه الاساسيه او لعيبه الفريق الاول عشان يبقوا جاهزين، يبقى في جاد بديل سريع، يعني لو حصل اي ازمه او لعيب يبقى نقول الامل في فريق الامل. بالزبط. هو ده اللي مطلوب من الزمالك انه يركز مع فريق الامل، خصوصا ان الماتش اللي بعد التوقف الدولي على طول، يعني لو لسه مش عارفين هيبقى مصير ماتش الكاس ايه بالظبط، لو هيبقى ماتش القمة على طول فهيبقى ماتش مهم جدا، فهيبقى لازم ليه تحضيرات خاصه ومهمه جدا، ولازم عشان ده هيبقى ماتش فارق جدا في طريق الزمالك في الدوري. نتمنى الاستفاقه تبقى دايما للفريق وللجهاز الفني والمجلس الاداره وكل يتكاتف مع بعض عشان خاطر الزمالك يعني يقدر يتوج بالدوري. وهو دلوقتي الزمالك في المركز الاول 44 نقطه في 20 مباراه، وبيراميدز بعديه 40 نقطه 20 مباراه، والاهلي 37 نقطه في 16 مباراه. بشكرك ابراهيم على وجودك النهارده وعلى التحليل، بشكر حضراتكم على متابعتكم، دايما خليكم معانا على يلا كوره، ودايما لايفات وفيديوهات مختلفه. شكرا لكم.